بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا يا صديقي العزيز كلنا بنكون منتظرين اي اخبار عن منتخب المغرب للفوتسال. منتخب المغرب للفوتسال اللي بيقوده البروفيسور هشام الدكيك هيلعب في بطوله امتى؟ معلش احنا عايزين نعرف يعني الاستحقاقات القادمه. بص يا صديقي، في استحقاق قادم لمنتخب المغرب للفوتسال، وهي دوره وديه دوليه. منتخب المغرب للفوتسال هيتحدى فيها المنتخب الايطالي والمنتخب الصربي. وهتكون امتى الدوره دي يا ابو عمو؟ لا، الدوره دي خلها هتكون موجوده في شهر يناير، في شهر فبراير ان شاء الله، اللي هو الشهر الجاي. شهر فبراير ان شاء الله الشهر الجاي هيجمع الدوره الوديه الثلاثيه اللي فيها منتخب المغرب والمنتخب الايطالي والمنتخب الصربي. منتخب المغرب هيلعب منتخب ايطاليا مرتين، يوم 31 ويوم 2 فبراير، ويلعب صربيا يوم 4 ويوم 6 فبراير بمركب محمد السادس بالمعموره. يعني الدوره هتكون فين؟ في المغرب يا صديقي، ما احنا بنقول لك في مركب محمد السادس بالمعموره. هيتلعب اربع ماتشات، ماتشين مع ايطاليا وماتشين مع المنتخب الصربي. اعتقد ان هو استحقاق هيكون كويس بالنسبه للمنتخب المغربي، ونستمتع شويه بعد الضغوطات اللي هنتعرض ليها لو ربنا ادانا العمر وطوله، يعني لو ربنا ادانا الصحه وطوله العمر وحضرنا كاس الامم الافريقيه. هنفك بقى الاجواء اللي هو انت بتفك كده التمرين حلو وبتفك فرجه على حاجه حلوه. اعتقد الحاجه الحلوه والتمرين الحلو ده يكون منتخب المغرب للفوتسال. اعتقد ان هي تكون تجربه حلوه بالنسبه لمنتخب المغرب للفوتسال اللي هيلعب مع المنتخب الايطالي يوم 31 يناير ويوم 2 فبراير. وان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي يتوج بهذه الدوره بعد اكتساح منتخب ايطاليا وبعد اكتساح منتخب صربيا. معلش يا صديقي، منتخب المغرب للفوتسال عودنا ان مع منتخب المغرب للفوتسال ارفع سقف الطموحات لاعلى حاجه. وطبعا يا صديقي لازم نشكر صفحه الفوتسال المغربي، لان الصفحه دي بصراحه من غيرها ما اعتقدش ان كان في حد ممكن ينقل اي اخبار خاصه بالفوتسال المغربي. فتحيه خاصه للشباب اللي بيديروا الصفحه، وتحيه خاصه لكل الشباب اللي في المغرب اللي مهتمين بكل الاخبار بتاعه الانديه المغربيه او المنتخبات المغربيه للفوتسال. شكرا ليكم يا شباب، لولا انتم ما كنا نحن عرفنا اي خبر عن المنتخب المغربي كيوتيوبر. شكرا جزيلا لكم يا شباب، وبالتوفيق لمنتخب المغرب للفوتسال في البطوله الدوليه، وبالتوفيق للمنتخبات المغربيه في الفوتسال في القادم.